مساء الخير جميعا ومرحبا بكم معنا في حلقة يوم الأحد. بغيت نسولك واحد السؤال، واش انت اليوم اللي جا كيتخطى معك الحدود؟ واش اللي جا كيزعم عليك؟ اللي جا كيديرك في كرشو؟ الموضوع ديال اليوم متتبعين الأوفياء هو رسم الحدود. غادي نوريك في هذا الفيديو هذا كيفاش دير باش ما يبقاوش الناس يتخطاو معك الحدود. كنتخيل انك اليوم انت واحد شخص طيب، مثلا شخص محترم، فين ما مشيتي فين ما دخلتي كتعامل مزيان مع الناس، ولكن ما فهمتيش علاش كل شيء كيتحدى معك الحدود. في الدار كيتحداو معك الحدود، في الزنقه كيزعموا عليك دغيا، في الخدمه كيزعموا عليك دغيا، تجي خدم بلاصتي نهار السبت تسخر ليا جيب ليا هذه. بنادم ما كيحترمش نفسه، انت موقر بنادم ولكن هو كيتخطى معك الحدود، فين ما مشيتي كيتخطاو معك الحدود. وبغيتي تفهم علاش، فهاد الفيديو هذا غادي نوضح لك شي امور اللي ما ردش لها البال. بزاف ديال الناس خصهم يحلوا عينيهم على شي حوايج، خصهم يحلوا عينيهم على شي تصرفات كيديروها في التواصل ديالهم مع الاخرين اللي كتدفع الاخرين كتحفزهم باش يتخطاو معاهم الحدود. وقبل ما ندخل مباشره في الموضوع، بزاف ديال الناس تيسولوني على الدوره اللي كانت البارح ديال اتقان حل مشاكل النزاعات، واش مازال غتكون؟ الجواب ديالي هو لا، ما مازالش غتكون مباشره، ولكن غادي ننزلوا ان شاء الله التسجيل كامل ديال الدوره في موقع الاكاديميه. الموقع ديال الاكاديميه اللي فيه حاليا ثلاثه ديال الدورات: الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، والذكاء الطاقي. ان شاء الله دابا واحد 15 يوم ولا واحد 20 يوم غادي تزاد عليهم الدوره ديال اتقان حل المشاكل واداره النزاعات، اللي غادي تساعدك بدرجه كبيره باش ترسم الحدود. غادي نحطوا تسجيل كامل يمكن لك تحصل عليه وتتفرج فيه فين ما كنتي في العالم كامل وتحتفظ به. ولا كنتي مازال ما درتيش الدوره ديال الذكاء العاطفي والاجتماعي والطاقي، فيمكن لك تحصل على هاد الدورات هادو كاملين في باقه واحده انطلاقا من دابا عبر موقع الاكاديميه www.azizafkar.com، او لا يمكن لك تنزل الاول تعليق غادي تلقى فيه الرابط اللي يمكن لك تحصل فيه على هاد الدورات هادو. دابا غادي نكملوا. اول حاجه اللي كتخليك تجذب المكاريب ولي فومبير مصاصين الطاقه اللي باغيين يخدموك وباغيين يسخروك وباغيينك تجاوبهم مع جوج الليل في التليفون في ابل فيديو، وباغيينك تخلي خدمتك وتجي كتجري عندهم، وباغيين يدعمروا بك اوقات الفراغ ديالهم. اول حاجه كثره العطاء تجذب لك المكاريب والناس الاتكاليين، الناس صحاب نقص ليا، واش هادشي فابور ولا بالفلوس، عفاك واش يمكن لك تسلفني، عفاك واش يمكن لك دير ليا، عفاك نطلب منك واحد الطلب وما تردش ليا في وجهي. وكاين واحد النوع، انا بغيتك تراقب هادشي في العلاقات ديالك الاجتماعيه مع الناس، كاين واحد النوع هضرته معاك كلنا مبنيه على عفاك ما تردش ليا في وجهي، اورجون بالزربه، هذوك صحاب بالزربه اورجون، دير ليا 3 شهور ما هضرتش معاك فاش تهز التليفون، شوف بغيتك واحد الحاجه بالزربه. داكوغ، ديجا هاد الناس هادو علاش تعداو معاك الحدود؟ علاش؟ علاش ما تيعيطوش لواحد اخر؟ خصك تطرح هذا السؤال هذا، لان فيك واحد المساله خايبه هي كثره العطاء باش تجذب الاهتمام ديال الناس. في ايام الكونفينمون كنت درت واحد لا فورماسيون على التسويف، وهاد لا فورماسيون هذه نجحات، جابت واحد نسبه المشاهده وشكروني عليها الناس. وهاد الفورماسيون هذه عطيت فيها بزاف، عطيت فيها بزاف وعطيت فيها كاع معلومات اللي انا خاسر عليهم الملايين ديال 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 السنتيمات وحطيتهم في هذيك لا فورماسيون. شنو هو الغلط اللي درت هنا؟ بغيت نلعب دور المنقذ، بغيت نلعب دور المنقذ وبديت كنعطي وكنعطي ماشي باش 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 نخدم مع الناس، لان نسيت راسي واش انايا واحد الشخص كندير لا فورماسيون كندير الكونساي، ولبست الكاسكيطه ديال المنقذ. وفاش لبست الكاسكيطه ديال المنقذ وبغيت نعتق الناس فريمون بهذيك لا فورماسيون، لان مشيت بهذيك القضيه ديال غادي نعطي فورماسيون واعره، يعني غادي نعتق الناس والناس غادي يعجبهم الحال. شنو وقع ليا؟ 3 شهور وانا خدام على لا فورماسيون، نهار حطيت هذيك الفورماسيون اغلبيه ديال التعاليق علاش ما كتقولش ان شاء الله واش انت ملحد؟ واحد كتب ليا ما كنقولوش لا يا اباه كنقولوا لا يا ابوه، ما عرفت الوالده واش كنقولوا لا يا اباه ولا يا ابوه، ماشي شغلي. علاش ما كتضحكش؟ شري شي ميكرو نص الصوت ناقص. شنو كيوقع هنايا؟ فاش كتبغي تلعب دور المنقذ وعند بالك فاش غادي تعطي بزاف غادي تعتق الناس وغتربح الاهتمام ديالهم، كتجذب هذا النوع ديال المكاريب اللي دائما ما عجبوش الحال، دائما كريبوا الحفله، وغادي تجبد بنادم جيعان، صحاب القصليه، صحاب دير معايا مزيان، صحاب نطلب منك واحد الطلبه وما تردش ليا في وجهي. وهذا النوع ديال الناس هو اللي كيمشي عند الشوافه كيعطيها 5000 درهم. الا بقيتي تلعب دور المنقذ بكثره العطاء على اساس الناس غادي يبغيوك، توي دون لا مير، حياتك غادي تولي جحيم. وحفظ معايا هذه القاعده مزيان، حفظها حفظها. اصعب الاشخاص اللي تقدر تنقذهم
هما الاشخاص اللي ما باغينش يستثمروا. اصعب الاشخاص اللي من الصعب تنقدوا هو الشخص اللي ما غيبغيش يستثمر، ما غيبغيش يستثمر معك الوقت، ما غيبغيش يستثمر معك المجهود، ما غيبغيش يستثمر معك الفلوس، ما غيبغيش يستثمر معك حتى لعبه. غادي يقابلك غير نقص ليا دير ليا داكشي. علاش انا كنحاول نحل لك عينيك على علاش الناس كيتحداو معك الحدود؟ فالمشكل ماشي فيهم، المسؤوليه ديالك انت، انت اللي خصك ترجع للور شويه وتصحح المفهوم ديال انك انت ممكن لك تنقد حتى شي واحد، لان تو سامبلومون هناك اشخاص لا يريدون من ينقذهم ولا يمكن انقاذهم مع الاسف. هادشي اللي خصك تفهم. وهنا كتجي النقطه رقم جوج اللي خصك ترد لها البال، هي اللي كيخلي الناس يتعداو معك الحدود بزاف، هو ان ما متراسيش البلاصه اللي عندك عليها التحكم، وبالتالي اش كيوقع لك هنايا؟ كتولي تعيش مع الاخرين المشاكل ديالهم والامور ديالهم الحميميه، واخا هما ما عمرهم ما سولوا فيك فاش كنتي مريض، عمر فاش كتعيط لهم في التليفون كتكون محتاجهم بصح ما كتلقاهمش، ولكن انت فيك الترطيه باغي تنقد كل شيء. طرح السؤال، ها منطقه ديال الكونترول ديالي، انا سيدي ما غندخلش في العلاقه ديالك مع مرتك، ما غندخلش معاك البيت النعاس، بحيث ما يمكنش ليا نعرف. ما تبقاش تدخل مع الناس البيت النعاس ديالهم. دابا كنقول لك هاد المساله هادي باش ترد البال التصرفات ديالك. علاش كيتعداو معايا الحدود؟ لانك تدخل معاهم البيت النعاس ديالهم، لانك تلعب دور المنقذ، لانك تحاول تنقد كل شيء، لانك خاصك تخشي راسك في المشاكل ديالهم كاملين واخا هما ما طلبوا منك والو. هادي الطرطيه اللي كنتكلم عليها. لا سيدي اسمح لي انا ما غندخلش معاك في هاد المسائل بحال هكا، هذيك امور خاصه ديالك. واخا هذاك الشخص يجي يطلب منك النصيحه، يعني شي صاحبتك تجي تقول لك فوالا راه عندي مشكل وهذا وهذا هذا، ما تبقاش تحاول تلعب دور المنقذ وانت ما غتقدرش تنقد. حيت انا شخصيا شحال هادي واحد السيد كان عنده مشكل مع مرته، ياك جا جلس معايا في قهوه كيهضر معايا، بغيت نلعب فيها دور المنقذ، قال لي المشكل وساعدني وهذا وهذا، شنو درت؟ ما عرفتش المنطقه ديال الكونترول ديالي، دخلت معاه في المشاكل ديالو كنقول ليه لا خاصك دير وخاصك دير وخاصك دير. داز شي بضعه ايام وعيط ليا مرته في التليفون وهو عطاها النمره وكتعاير كتسب، يا الفاعل يا التارك باغي تفارقني مع رجلي الى اخره. يا سيدي كان بينات الاحترام، ولات كتقول لي الفاعل التارك ولبست لي التيكيته ديال انني غادي نفرقها مع رجلها. علاش؟ لان كندخل سوق راسي، لان فيا الترطيع. وهذا خير مثال ديال دائما في العلاقه ديالك مع الناس حاول تعرف المنطقه اللي عندك فيها التحكم والمنطقه اللي ما كتحكمش فيها. نقدر نعاود لكم بزاف ديال التجارب وقعوا لي بحال هكا، منهم غير مؤخرا واحد السيد قال لي عندي مشكل حقيقي مع الزوجه ديالي، بغيتك تخدم معايا. قلت ليه ما كناخذش النوع ديال الطلبات، لان فهمت دازت واحد شويه هو يجاوبني في الايميل كيعاير، يا الفاعل يا التارك ما باغيش والك، اش كتسحب راسك تواضع معانا، انا غنخلصك خدم معايا هاد القضيه. قلت ليه لا ما غنخدمهاش معاك. علاش كنعاود لك هاد القصص هادو؟ لان الاغلبيه ديال الناس فيكم ما كيقدروش يقولوا لا، وما كيقدروش يحبسوا تمكريب ديال الناس الاخرين، لانهم خايفين من النوع ديال ردود الافعال من المعيار الى اخره. ولكن تخيل هذا الشخص هذا كون قبلت انني نخدم معاه، ها هو غير قلت ليه لا ما غنخدمش معاك غادي يبدا تيعاير. كون قلت ليه غادي نخدم معاك وخدمت معاك كانت غتكون العلاقه ديالي معاه، فين كنت غادي نورط راسي؟ هذه القضيه هذه صحيه، واخا يعايرك واخا هذاك، ولكن راك كتحبس كتراسي الحدود، لان كل ما تراسيتش معاه الحدود غدا ولا بعدو غادي ندير معاه الحصص، غادي نولي معاه شي مشكل اكثر من هكا. الواحد يتراسي الحدود. وفاش كدير بحال هكا شنو كتكتشف؟ كتكتشف ان واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كتقول لهم لا اسمح لي، شحال من واحد تيقول لي يجي معايا البودكاست، لي بودكاست تيقول لك جي احضر معايا البودكاست، هضرنا على القصه ديالك، جي دير لنا واحد الندوه، جي دير لنا هذه، تنقول لهم لا اسمح لي ماشي من الاولويات ديالي. واحد النسبه كبيره ديال الناس تيتفاهموا تيقول لي اسمح لينا شكرا السي عزيز، ولا اسمح لي اخويا عزيز سمحنا على الديرونجمون، تقول لي ما كاين حتى شي مشكل مرحبا. وكاين واحد النسبه قليله اللي كتبقى تعاير، اتواضع اش كيتسحب راسك، هذاك اللي كيقول لك تواضع، هذاك اللي كيبقى يعاير فاش كتستوبي ليك الطلب ديالو، ف راه كان عنده موقف خايب معاك قبل ما يدير الطلب، يعني قبل ما يطلب معاك الحاجه راه ديجا ما كيحملكش ما كيبغيكش، لان هادشي بغيتك تصحح. كيتسحبك ان بنادم تيكون كيبغيك وعاجبه، وفاش كترفض ليه الطلب عاد كيولي خايب وكيبقى يعاير. لا، اللي كتقول ليه لا وكيبقى يعاير وكياخذ منك موقف خايب، راه ديجا قبل ما يدير داك الطلب واخذ منك موقف خايب. وانا بغيت نفهم علاش كتكذبوا على راسكم؟ علاش كتكذب على راسك؟ شحال من واحد انت عارفه ميكروب مسخ وعارفه كيجي ينافقك وعارفه وهو عارف بانك انت خايف منه وكيزيد يتمكرب عليك، وانت كيدير السيد الحاج كيدير السيد فلان كيدير الدراري، هادي ماشي كيدير الدراري ماشي كيدير سيد الحاج، وطفو اسمح لي ما تبقاش تكذب على راسك. كيدير سيد الحاج الا يستاهل
الا ما يستاهلش طفو صافي. كتقدسوا البشر كيبان لك لا هذاك مسكين ما يديرهاش لا يديرها، ما تبقاش تكذب على راسك. ماشي انت عارف يديرها، ماشي عارف يديرها، ولكن ما باغيش تشوف هذاك، ما باغيش تشوف هذاك الكوتي المسخ فيه. لا، خاصك تقبل بنادم بالكوتي المسخ والكوتي الزوين فيه، باش الا بان الكوتي المسخ كتوقفوا، بان الكوتي زوين كتشكروا. ولكن لا، انا عارفك ميكروب وعارفك مسخ وعارفك ما عندكش معايا، وعارف كل مره كتجي تمحلني بهذوك الطلبات الخاويه ديالك، وانا حاس بك انك خايف مني وحاس بك انك كتحترمني وكدير لي الطاعه العمياء، وكنزيد نورك عليك. الا كيفاش كيديرين الدراري؟ كيديرين الدراري لاباس عليك هكا، وانت عارفو كيديرين بحال هذاك عمك اللي ضربك في الوسط وكيجي عندكم للدار وتيقول لك الله يرضى عليك بنتي، والله الا شوف راه المرحوم منين مات راه خلاوكم امانه في عنقي وانتم بحال ولادي. الا عطاني ديالي ما تبوسنيش، ما تبوسنيش، عطاني ديالي. وفاش تعطيني ديالي نبوس تباوسو، لان حنا شعب كنطيرو في البوسان والتعنان، معروف هاد القضيه هادي. اذا النقطه رقم واحد كفى بالله عبد الله المنقذ، النقطه رقم جوج عرف المنطقه ديال الكونترول ديالك، النقطه رقم ثلاثه بنادم اللي كتحس به واخد منك موقف سلبي ما عمرو غادي يغير الموقف ديالو، واحسن طريقه باش تراسي مع الحدود هو تقبل فيه هذاك، تقبل فيه هذاك الجانب الخيب اللي كتجتنبو. لان فاش كتشوف واحد ميكروب وانت كتحترمه، لان بحال كتجتنب هذاك الجانب الخيب فيه، ولكن هذاك الجانب الخيب فيه راه هو الحقيقه ديالو، خصك تقبلو. هكا كتكون مساله صحيه وكتطور القيمه ديالك مع الوقت، وتتقدر تقدر الداش ديالك كيزيد يتقوى. وصلنا لنهايه الحلقه المتتبعين الاوفياء، كفى من لعب دور المنقذ، اعتق غراسك. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل مع موضوع اخر. دخل استافد من الدورات ديالنا، راهو ما كاينين متوفرين دابا في الموقع ديال الاكاديميه في اول تعليق. وبالنسبه للناس اللي كيتسناو الدوره ديال اتقان حل المشاكل والنزاعات، غادي نحط لكم تسجيل مستقبلا في المستقبل القريب ان شاء الله في الموقع. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل مع موضوع اخر. كان معكم عزيز افكار، سلام الفيديو.